صباح الفل يا ست البنات. صلاح خير؟ وهيجي منين الخير وهما واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك. لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر. ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدعه، بس شايفينك عاليه عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عاليه عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي يقول غير كده يا بنت. ده انت احلى حاجه فيك ان انت عاليه عليا. طيب شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها، ساعتها بيعرف انت الحاجه دي كويس قوي. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك.